شيء ما حبيبتي تقول نويت شيء هذه السنة وما تحقق للآن، ما هي الخطوة الأولى تجاه هذا الهدف كي أغلقه؟ يعني قصدك أنك أنت أعطيتيه فرصة سنة واحدة بس، صح؟ أول شيء أنه هل قرار الإغلاق صحيح أو لا؟ بمعنى هل جتك رسالة تقول لك أغلقي هذه النية أو هذا الهدف؟ هذا هو المهم، لأنه ممكن أن أنت في الطريق والطريق سالكة. خلنا نفترض مثلا أنه أنت حطيتي نية أنه أنت تدرسين مثلا ماجستير، طيب، وبعدين السنة الأولى ما فتح البرنامج في المكان اللي أنت تبغين تدرسين فيه، السنة الثانية فتح البرنامج وقدمتي أوراقك ولسه قاعدين يدرسون الموضوع مثلا على سبيل المثال، فأنت تقولين أوه واو أنا صار لي سنتين أطلقت النية والنية ما تحققت وما أعرف إيش، بس أقول لك أنت في الطريق والطريق سالك، يعني ما في شيء يبدو إنه يعني معقد أو صعب أو يعني. فمهم إنك تعرفين إنه هل في رسالة تقول لك وقفي هذه النية، هذه نفهمها من الرسائل للنهايات. هل في رسالة قالت لك قفل العلاقة؟ هل في رسالة قالت لك قفل النية، احذف النية؟ هل في رسالة قالت لك أقفل هذا المشروع؟ هل في رسالة قالت لك وقف هذا الهدف؟ يعني ما يصير إنه أنا أغلق أشياء قد تكون جيدة في حياتي، قد تكون ماشية، قد تكون هي الطاقة المهمة عندي في الحياة. فهذا هو المهم الآن، أنت تتخذين القرار الصحيح أنه أنت تعرفين في رسالة إغلاق ولا ما في رسالة إغلاق. أما من ناحية التوقيت زي ما قلت قبل شوي، نحن لدينا مشكلة في إدراك الوقت وبالتالي في تبع في إدراك الزمن وبالتالي في إدارة هذا الإدراك. مريم حبيبتي تقول انتقلت من بريطانيا لفرنسا بعد كورونا بنية أمان مادي وصدمت بخسارة مالية بشهر 11، زمكاني غلط؟ انت كيف شفتي الوفرة في فرنسا؟ يعني شوفي انا بعيدة عن الصورة بس كذا بشكل عابر، لو بقول الوفرة في بريطانيا وفرة في فرنسا اكيد بريطانيا الوفرة. فانت تتناقشين موضوع سعة الخيارات المادية، فما اعرف انت كيف شفتي انه في فرنسا، او ممكن عندك وظيفة محددة رايحة لها انت في فرنسا، هذا شيء اخر. يعني تكون في بلد وبعدين والله شركة في بلد ثاني تطلبك عشان قصة معينة، بس انا اضف عفشي واروح مكان لا، هذه يبغى لها ادرس طاقة المكان اكيد بدون ادنى شك. اكيد انه لما تقرر انك تضف عفشك تشيل شنطتك وتروح الدولة لابد تفكر الدولة ايش خياراتها، ايش قوانينها، وين رايحين، وايش مسوين. فاعتقد انه يمكن يعني ما كان هذا القرار صحيح، لكن في الصورة الكبيرة هو يصب في القرار الصحيح، بمعنى انه انت بعد هذه الخسارة صار عندك الكثير من الدروس والكثير من المعاني العميقة في الحياة اللي راح تساعدك انك انت تختارين الخيار الصحيح في المرحلة القادمة. او رياض يعني فلوس بس لحد ينقل بعدين يقول لي تعالي ما جاني فلوس ليز، يعني اللي يبغى يعني يجي ويحضر في الرياض ويشوف طاقتها كثير كثير عالية، طاقة المال في الرياض كثير عالية، ويقيس بنفسه ويشعر بنفسه ويشوف إذا هي تناسب أو لا، يشوف الأسعار مناسبة أو لا، فكلها يحتاجها إلى دراسة. لكن بدون أدنى شك إن الرياض فيها طاقة ثراء كثير عالية كثير عالية. أمينة تقول أبدأ بأعرف نفسي ولا نهاية القصة؟ لا أعرف نفسي أعرف نفسي راح تغوصين. اللي يأخذ أعرف نفسي أو الفيل الأبيض يبدأ فيهم، لأنهم هم اللي
فيهم معرفة الذات، وفيهم أنه أنت تفهم نفسك وتغوص، تعرف شعورك وقوتك وضعفك وطاقتك وكارمتك. فلما أنت تعرف نفسك تنتقل إلى مرحلة رسائل النهايات، وثم كارما النوايا، وبعدين نهاية القصة، وبعدين قفزة 2022 راح تكون آخر شيء. بوقتها أنت تكون جاهز أنك عرفت نفسك، فهمت رسائل النهايات، قفلت الملفات، وبعدين بدأت في كتابة خطتك وأهدافك بهالطريقة. مبروك عليك الكورس حبيبتي. لانا تسأل تقول هل نهاية القصة يعني عدم تذكرها؟ لا، مو بالضرورة. نهاية القصة يعني قلبنا الصفحة، خلصنا، ما عاد عندي طاقة إضافية لهذا الموضوع، انتهى. ما عاد عندي يعني مشاعر، ما عاد عندي أفكار، ما عاد عندي طاقة، ما عاد عندي سلوكيات، خلاص الموضوع قفلناه وراح انتهى. هل ممكن يوم من الأيام يعني أتذكر من درس؟ طبعا بدون أدنى شك إنه يعني راح يعني يسجل في خبراتك وفي تاريخك. يعني هي مي قصة تنظيف بقدر ما هي قصة إنه أبغى أطلع هذا الملف برا، أبغى أركز على هذا وهذا وهذا، مو قصة تنظيف. يعني في علاقة هناك يعني عندها إشارات قفلها، وحط في هدف هناك قفل الهدف، في نية هناك قفل النية، ما تحتاج تنظيف. بخلاف الشيء اللي فيه ألم ومشكلة وكذا، هذا بالضبط يحتاج تنظيف ويحتاج شغل. كيف نعرف انه احنا ضمن نوايا الغير بشيء معين؟ مرات لما توصلين، لما تتجلى النية، يكون شعورها مو متطابق مع جسدك الفكري وجسدك المشاعري فتكتشفين. ومرات يحتاج قفزة وعي عشان تشوفين من علو، عشان تشوفين من علو كذا، تقولين هذا يبغانا نسوي كذا، هذا يبغى، هذه تبغانا نسوي كذا، فتعرفين القصة كاملة. أغلب الناس يكتشفونها لما يتحقق، لما يتجلى الهدف أو تتجلى النية، يقول صار بس ما انبسطت، بس ما حسيت إنه أنا، بس ما استفدت، بس ما دق قلبي لما تحقق الموضوع. هل طبيعي إنه الإنسان يعيش ما عنده أمنيات أو أهداف وعايش فقط يريد الهدوء؟ الهدوء وخلنا نقول السلام هو نية. تكلمت عن في كارما النوايا عن طاقة، عن نية السلام والكارما اللي تحتاجه لتحقيقه. وفي الغالب الشخص لما يصل إلى هذه المرحلة يكون يعني قضى كثير من الحروب وكثير من التجارب ذات الطاقة الثقيلة. ذاك يجي وقت يقولك يا عمي خلاص بعد عني، أي قفزة 2022، أي أهداف، أي نوايا، أنا بس أبغى أقفل على بيتي وأقعد وأخذ نفس عميق وأرتاح، أرتاح، أبغى هدوء، لا حد يكلمني، ما لي دخل حد، اللي يبغى يحترق يحترق، بس أبغى هدوء، أبغى هدوء، أبغى سلام، خلاص خلاص يا جماعة، بس أبغى أفتح المسلسل حقي وأكل آيس كريم، أبغى أعيش هذه القصة. فأبغى أقول لك إنه السلام هو نية، السلام هو نية، وهو مؤشر إلى إنه أنت يعني كثير تألمتي، كثير شلتي فوق كتافك شيء كثير ثقيل، وحان الوقت إنه أنت تحصلين على هذه النية. بس هذه نية، ما هي أمنية، لا، هذه نية ومن الممكن أن تتحقق، خصوصا لما تكون متناسبة مع الطاقة اللي أنت فيها، من الممكن أن تتحقق. أقترح عليك إنك تحضرين كهرباء نوايا، أعرف إنه مالك مزاج يعني، بس إنه بس عشان تفهمين القصة والجو اللي أنت فيه. عموما انت بتقعدين فتره بعدين تنتهي هذه القصه، بس انا معك انت يعني تشوفين انه هذه هي الان النيه المناسبه، اشتغلي عليها، اشتغلي عليها. لكن على فكره في ناس
يريدون هذه النية ولكن ما يقدرون يجلونها، ما يقدرون يجلونها لأنه كارمتهم موجودة وطاقتهم موجودة. فمهم إنه إحنا نكون وصلنا لمرحلة إنه نستطيع أن نجلي هذه النية، نية السلام. مو أي حد يقدر يجليها. زي الحب، مين يجلي نية الحب؟ مين حول العالم مين يجلي نية الحب؟ يمكن 3% من الناس، بالكثير 5% يعني مبالغة كذا. مين يجلي نية الحب؟ نفس نية السلام أكثر طبعاً، بس يحتاج لها طاقة معينة تجلي هذه النية، تكون بعد فترة حصاد؟ لا ولا حصاد ولا شيء، يعني كذا والواحد يعني مرهق وتعبان وكذا. قصدك إنها مكافأة؟ لا.